عرفت مدينة طنجة إحياء الدورة الأولى للمهرجان أفولكن للهدف منه تكريم التراث المغربي. استمر هذا المهرجان لمدة يومين وقام بإحياء مجموعة كبيرة من النجوم المغاربة. حيث اليوم الأول افتتحوا أصوات شبابية. وكانت من بين نجمات الحفلة الفنانة المغربية لمياء الزيدي اللي رافقناها في الكواليس حصريا قبل صعودها المسرح. وكذلك رضوان الأصمر اللي افتتح الجزء ديالو بأغنية ناكل الحسان. أما الفقرة الأخيرة للحفل قام بإحياء نجم فن القناوي حميد القصري اللي قبل صعوده للمسرح تخلى القاعة وسلم على أحد المعجبين وكذلك تسلم على الفنان عبد الوزاني. في إطار فعالية هذه الدورة الأولى من مهرجان أفولكي لإحياء التراث المغربي اللي هو تحت عنوان التراث المغربي بين الأصل والتجديد، نظمنا نحن كشباب من جمعية طنجة العظمى للتنمية البشرية هذه الدورة هذه من أجل واحد الهدف اللي هو إحياء التراث المغربي والتراث الجبلي بصفة خاصة. بالنسبة للبلاطو الفني، المهرجان مقسم ليومين، السهرة والسهرة الكبرى. بالنسبة للسهرة حاولنا أننا نعملوا فيها الأندلسي والمغربي الأصيل والقناوي اللي بحضور لمياء الزيدي، الفنانة لمياء الزيدي والفنان رضوان الأصمر وحميد القصري وسامع عبد الدايم ومجموعة الفنانين اللي في هذا النوع وفي هذا الصنف ديال التراث. وفي اليوم الثاني اللي هو السهرة الكبرى كاينين فيه بزاف ديال المفاجآت، من بينهم الفنانة الحجة الحمداوية، خديجة البيضاوية، الساتي في الشعبي،